مشاهدينا في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج الملعب. حلقة اليوم بنستكمل فيها حلقاتنا الخاصة بأغلى الكؤوس كأس جلالة الملك لكرة القدم. قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة خل أخذكم بجولة بأخبارنا المحلية. نبدأ أخبارنا بالإنجازات. السباح فرحان صالح أهدى أول ميدالية ذهبية لمملكة البحرين بمنافسات اليوم الأول للبطولة الخليجية 14 للسباحة للمجرى القصير واللي تستضيفها قطر، حيث تمكن فرحان من التتويج بالمركز الأول في سباق 100 متر سباحة حرة متفوقا على الإماراتيين محمد جاسم ومحمد عيسى اللي حل ثالثا. معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقع في العاصمة الماليزية كوالالمبور على مذكرة تفاهم جديدة بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد الألماني تشمل تعزيز التعاون في مجالات التطوير الفني والنزاهة وتطوير الاتحادات الوطنية الأعضاء. في إطار حرصها على دعم المنتخبات النسائية المشاركة بالدورة الخامسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي اللي بتحتضنها العاصمة القطرية الدوحة في مارس الجاري، قامت شيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة رياضة المرأة رئيسة وفد البحرين بزيارة إلى تدريبات المنتخبات الوطنية المشاركة بحضور إدارة البعثة. الدراج الياباني هاياتو أوكوموتو عانق الذهب بفوزه بالمركز الأول في سباق الطريق للرجال لفئة تحت 23 سنة ضمن منافسات النسخة 37 من البطولة الآسيوية للدراجات الهوائية اللي ينظمها الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وتفوق الياباني على الدراج الكازخستاني يافيجيني جيدتش الذي حل في المركز الثاني وحصل الميدالية الفضية. في ختام الجولة الرابعة من الدور السداسي لدوري زين لكرة السلة تغلب فريق الأهلي على فريق نويدرات بفارق 20 نقطة وبنتيجة 79 مقابل 59 ليضمن بذلك تأهله إلى المربع الذهبي ويعزز موقعه في المركز الثالث قبل ملاقاة المحرق صاحب المركز الثاني في الجولة القادمة. عشاق رياضة السيارات على موعد يومي الخميس والجمعة مع الإثارة والتنافس بختام جولات بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة وسلسلة برو العربية ولتقام على أرض حلبة البحرين الدولية بتنظيم من نادي سباقات السرعة والاتحاد البحريني للسيارات. كاميرا الملعب زارت فريق بحرين 1 للدراج ريس واللي يرأسه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله وذلك للاطلاع على استعدادات الفريق للسباق المرتقب. خلونا نشوف التحضيرات في تقرير زميلة سوسن فريدون. طبعا هاي هي الجولة الخامسة من سباق دراج ريس في حلبة البحرين والجولة بتكون الثامنة للبطولة العربية لأن هالسنة النظام غير بيكون في النظام في بطولتين بطولة العربية لسباقات السرعة وفي بطولة الدراج ريس للبحرين فهاي البطولة بتكون الخامسة لبطولة البحرين وإن شاء الله بتكون الأخيرة. طبعا استعداداتنا مثل استعدادات كل جولة نحاول أن نجهز السيارة من البداية للنهاية أن نجيب فيها أفضل الأوقات هذه وأتمنى يعني أن الجولة الماضية الحمد لله فريقنا حقق المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث وأتمنى إن شاء الله نحقق هالشيء هذا إن شاء الله الجولة هاي. اليوم آخر يوم تست عنا وقاعدين نسوي الفاينل تيون على السيارة إنه خلاص ما بقى وقت وباكر اتوقع الجو بيكون مقارب حق جو اليوم فاللي نقدر نطلع اليوم من السياره بنحاول نطلعه ان نكون جاهزين باكر اتم الاستعداد حق
حق الكوالفاين. What a lot of people, especially some of the fans, don't realize is that the preparation before the race, 90% of it, of your success comes from that. I always say that the race is won in the shop. So we spend a lot of time servicing, going over the car, checking things, analyzing stuff, measuring things to make sure that for the brief amount of time we're on the racetrack that we're ready. I mean, to be honest, بصراحة حتى البطولة هني استوت أقوى عن أمريكا. يعني هني مثلاً بعطيك مثال في الجولة الثالثة أنا جبت 368. 368 أنا الخامس هني. في أمريكا إذا تيب 368 ممكن تكون الأول أو الثاني. كنا فريق من الفرق المنافسة جداً يعني كل السباقات اللي طافت و. يعني كنا في بعض السيارات يمكن كنا متخلفين بعض الشيء عن الفرقة الثانية في بعض السيارات أن عندنا سيارة مثلاً ما وصلت عقب الجولة الثانية ولا في نص الجولة الثانية في تغييرات صارت عندنا في بعض السيارات بس رغم هذا الحمد لله رب العالمين كنا من 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 الفرقة اللي تنافس على كل بطولة. This thing was originally built 10 years ago, so it's not a brand new car, but we take care of it. It makes about 3,200 horsepower. It goes 0 to 200 miles an hour in 3 seconds, so it's pretty fast. Right now, it's the world record holder. It's the quickest of its kind in the world. Right now, this is my girlfriend. This is my favorite car, so we'll have to see how the new car runs. This thing does everything I tell it and runs like a champion, drives like a champion, so I call her my thoroughbred horse, but we'll see how the new car is. Hopefully it'll do the same and we'll be good. Cars have souls. People don't believe it, but you got to be nice to it and it'll treat you nice. بعد جولة الأخبار المحلية نأخذكم الآن في موضوع حلقة اليوم وهو كاس جلالة الملك ونبدأ بعالم السوشيال ميديا ونشوف تفاعل الناس والحسابات مع نهائي كاس الملك. التغريدة الأولى اللي راح نتابعها من المغرد محمد المداوي يقول أكثر التوقعات تصب لفوز المحرك بكاس الملك لتاريخه مع نهائيات أغلى الكؤوس ولكن هذا الموسم المنامة أفضل فنيا من نادي المحرك. شوف التغريدة الثانية من حساب إليا 70 قدها وقدود الأزرق وتشجيع لنادي المنامة. شوف التغريدة الثالثة من حساب أحمد بوحسن يقول نهائي كاس الملك هو مهرجان رياضي متنوع يجب على الجميع التواجد به لإنجاح هذا اليوم من أجل الرياضة البحرينية. كانت هذه التغريدات. ننتقل الآن إلى البوستات اللي على الإنستغرام. البوست الأول من حساب بحرين فوتبول عن طاقم التحكيم للمباراة النهائية لكأس جلالة الملك اللي راح يتكون من حكم الساحة الدولي عمار محفوظ مع المساعدين الدوليين ياسر تولفت وجلال محفوظ والحكم الدولي عبد العزيز شريدة كحكم رابع. احنا اكيد نتمنى لهم التوفيق في إدارة المباراة وإيصالها لبر الأمان. نشوف الصورة الثانية من حساب أخبار نادي المنام وصورة لتدريبات الفريق أمس بتواجد نجم لاعب كرة السلة السابق نوح نجف. نشوف الصورة الثالثة والأخيرة من حساب محرقي يقولون فيها طلب تأجيل. أرسلت إدارة نادي المحرق خطاب للاتحاد البحريني لكرة السلة تطلب فيه تقديم وقت أو تأجيل المباراة الفاصلة واللي تجمع ناشئي سلة المحرق والأهلي يوم الخميس اللي هو باكر اللي صادف نهائي كأس جلالة الملك المفدى حتى يتسنى للاعبي ناشئي سلة المحرق التواجد لمؤازرة المحرق في النهائي أمام المنامة. لقد تم رفض الطلب ونتمنى من سموكم النظر في الموضوع. وهذه رسالة يناشدون فيها سمو الشيخ عيسى بن علي رئيس الاتحاد أو اتحاد كرة السلة بتأجيل مباراتهم علشان يقدرون يحضرون المباراة ولكن طلبهم تعرض للرفض والآن هم يناشدون الشيخ عيسى بن علي وإحنا بدورنا كبرنامج الملعب نوصل صوتهم إن شاء الله يوصل وتحصلون على رد وموافقة بالتأجيل. مشاهدينا طبعاً أحب أنوه بأن الزميلين حمد الشملان وعمر عبد السميع راح يكونون معنا مباشرة في حلقة اليوم. يتواجد حمد الشملان في فندق الخليج اللي عسكر فيه نادي المحرق في المقابل واضح جدا الزميل عمر عبد السميع متواجد في فندق الكي
لمعسكر نادي المنامة ولابس منامي، الظاهر انهم انقسموا، المحرقي كهوة لابس 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 جاكو يسوي لهم دعاية، وعندنا عمر لابس لبس المنامة يشجع المنامة، وأيضا راح يكونون الاثنين متواجدين بكرة في المباراة النهائية يرصدون أجواء الجمهور هناك. احنا راح نرجع لكم شباب لضيوفكم اللي رتبتوها لنا ولكن بعد قليل. طبعا مشاهدينا، رصيد المحرق من الأهداف في 3 مباريات لعبها بأغلى الكؤوس هو 5 أهداف، فيما تلقت شباكه هدف وحيد، حيث حافظ على نظافتها في 2. خلونا نتابع معكم مشوار المحرق في كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم. من أصعب الأمور التي قد تواجه الشخص هي عندما سيكتب عن المحرق، لا تعلم من أين ستبدأ، لأن التاريخ لديه 1000 باب والمحرق هو سيد التاريخ هنا. مشوار الذئاب بدأ سهلاً عندما أوقعتهم القرعة في مواجهة جلالي الذي حاول أن يصنع المفاجأة لكنها لم تتم. الأمور على الورق ما زالت مميزة للذئاب بعد الوقوع مع الاتحاد، لكن الواقع كان معقداً جداً على كتيبة المدرب السابق رادان، والذي انتصر في الرمق الأخير من المباراة بضربة جزاء كانت كافية لتكتب نهائي العام المنصرم أمام الرفاع. لكن من شاهد اللقاء يستطيع أن يستنتج بكل سهولة التغيير الجذري في أداء المحرق بعد أن انتفض أمام أسود الحنينية واستطاع أن ينتصر بهدف دون رد كان كفيلاً بقطع تذكرة المرور إلى نهائي أغلى الكؤوس. المحرق سيكون أمام ضغط جماهيري كبير وطموح بعناق اللقب للمرة الثانية على التوالي، والألماني غاسبرت بات يفهم أن جمهور الأحمر لن يرضى به على خط التماس إلا إذا عاد إلى عراد محملاً بالكأس الغالية. في حلقة اليوم مشاهدينا مثل ما شفتوا من خلال التقرير راح نركز فيها على الأمور الفنية اللي تسبق اللقاء المرتقب بين المحرق والمنامة، عشان كذي اليوم معنا المدربين الوطنيين كابتن صديق زويد والكابتن نادر العوضي. أهلا ومرحبا فيكم في الملعب. مسي عليك أخت مريم ومسي على مشاهدينا الكرام. أهلا وعلى الكابتن نادر. طول عمرك يا مرحبا فيك أختي مريم ومسي عليك وعلى الجمهور الكريم. أهلا وسهلا فيكم. في البداية لو نتكلم عن مشوار المحرق، البعض يقول بأن مشوار المحرق كان سهل، هل بالفعل خدمته القرعة؟ ما نقدر احنا نقول ان القرعة خدمته فعلا، انه ممكن المحرق قابل في مشواره أندية درجة ثانية مثل جلالي ومثل الاتحاد، لكن شفنا الاتحاد كيف يعني في مباراته أحرج المحرق حرج كبير، يمكن المحرق ما استطاع إلا يفوز عليه إلا في الدقيقة الأخيرة وعبر ركلة جزاء. فأعتقد أن مشوار المحرق ما كان معبد بالورود مثل ما نقول، خاصة أن لاقى قريم التغليدي في دور الأربعة. بالضبط. كابتن صديق، في 3 مباريات المحرق تلقى هدف واحد فقط، هل يرجع هذا الشيء إلى قوة الدفاع ولا ضعف في الخصوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو لأسباب وايد يعني عدم دخول الأهداف. أول شيء محرك كفريق أقوى من الخصم، فهذا يساعدك أنك ما تلقى أهداف وايد بحكم أن الاستحواذ دائما يكون عند محرك. نعم. وبعدين حتى عنده قوة في الدفاع. محرق يعتبر من أقوى الفرق السنة في البحرين، ما انهزم إلا من فريق واحد هو المالكية. نعم. فأعتقد أن الفريق متكامل بغض النظر ما يدور في الساحة. نعم. كجماهير احنا نتكلم كمحللين، فريق محرق ما خسر من المالكية وخسر بصعوبة في المبارتين 2-1،
فأعتقد محرق ما تدخل عليه أهداف حكم تكامل الفريق. نعم. فريق متكامل من أساسية ومن احتياط ما يتأثر بأي غياب. احنا راح نواصل حديثنا ولكن ننتقل مباشرة إلى فندق الخليج مع الزميل حمد الشملان. يا هلا ومرحبا فيك حمد، وشنو عندك من جديد هناك؟ مساء الخير مريم، مساء الخير لكل سادة المشاهدين، رحب فيكم هني فندق الخليج مقر إقامة نادي المحرق. طبعا نادي المحرق لما شاف عمر لابس المنامة ما قصروا، يبوا لي هدية، قالوا لي لازم تلبس شرط محرق. ربطوك حركات، ما أدري شاكين أشجع محرق والله ما أدري. حلو. معي في هذه اللحظات مريم الأخ حسن الزياني أمين سر مساعد. في البداية مساك الله بالخير، حياك الله في الملعب. كلمني بشكل عام عن تحضيرات الفريق. أول شيء مساء الخير. طبعا التحضيرات احنا شيء طبيعي ان احنا نحضر في المباريات المهمه، ان يدخل فريق معسكر في مثل التحضير حق تحضير هذه المباريات المهمه، ونتمنى بكره انها تطلع مباراه تليق باسم البطوله اللي هو كاس سيدي حضره صاحب الجلاله الملك المفدى. محرق متعود على النهائيات، لعب 19 نهائي فاز ب 18، فهل هو يعتبر عامل ايجابي بالنسبه حق الفريق يعطيه ثقه، ولا ممكن يضغط الفريق انه هو لازم يجيب البطوله باكر؟ احنا الله يسلمك، يعني بالعكس بيكون شيء ايجابي، احنا متعودين يعني فريق محرق يعني متعود على البطولات ومتعود على الدخول في مثل هاي الاجواء والى اخره، يعني ان شاء الله يعني شيء طبيعي، يعني شيء عادي ان شاء الله يكون لنا. جمهور المحرق متعود انه يتواجد مع الفريق ويؤازر الفريق في البحرين وخارج البحرين، مباراه نهائيه تصور جمهور المحرق ما يحتاج دعوه، ولكن دائما وجود الاداريين وجود يعني الناس المحرقيين لازم لهم بعض الكلام قبل هالمباريات، شنو رسالتك عبر برنامج الملعب للجمهور المحرقي اللي تابعنا؟ ما يحتاج ارسل رساله، انت الله يسلمك بنفسك قلت ان جمهور المحرق ما يحتاج دعوه، جمهور المحرق هو عودنا انه دائما يكون لاعب رقم واحد ومساند لفريقه، سواء في لعبة كرة القدم أو الطائرة أو السلة، دائما جمهور محرق يكون سباق وداعم لفريقه ولناديه من حبهم وعشقهم لهذه النادي. باشر بتحسمونه في الوقت الأصلي ولا بلنتيات؟ العلم عند رب العالمين. الله يسلمك. يعطيك العافية، شكرا الوجود. الله يسلمك، مشكور. كان معي سيد حسن الزياني أمير سن المساعد مريم، تكلم بشكل عام عن التحضيرات، عن التوقعات، إلى جانب رسالة الجماهير. جمهور المحرق ما تحتاجون دعوة، باكر في الملعب. مريم تفضلي. بالفعل حمد، جمهور المحرق مب لحاجة لدعوة، أكيد بيكونوا متواجدين لهذا النهائي المرتقب، وأكيد جمهور المحرق يحلمون بالكأس في هذه السنة. شكرا جزيلا لك حمد الشملان، كنت معنا من فندق الخليج الحيث المعسكر التدريبي لنادي المحرق. ننتقل معاكم مشاهدينا إلى نادي المنام، المعسكرين في فندق الكي مع زميل عمر عبد السميع. هلا يا عمر، شنو جديدك؟ يا هلا فيك يا مريم. طبعا الحين احنا نتكلم عن نادي المنامة، نتكلم عن شيء كبير، نتكلم عن تاريخ قاعد يكتبونه نادي المنامة يوم عن يوم عن يوم. طبعا اللي احنا نتكلم عن معسكر تدريبي في فندق كي، طبعا معاي رئيس الجهاز احمد جاهري. اول شيء احمد، انا كنت معاك الموسم اللي طاف، كان الفريق قريب جدا من الهبوط، لكن اليوم اختلفت الادوار، اليوم منامه مختلف، اليوم مدرب مختلف، اليوم احلام مختلفه، شلون تشوف المنامه هالموسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحضيراتنا هالسنه كانت غير، بدينا بدايه قويه الحمد لله رب العالمين، الخير والبركه في الجهاز الفني اللي كان متواجد معانا السنه الماضيه في نهايه الموسم، وقدرنا نوقف الفريق على ريله، وبدينا هالسنه بدايه جيده والحمد لله الكل يشوفها الحين، يعني المنامه غير عن السنوات السابقه بعد. شنو اخر استعدادات الجهاز الفني خاصه بتحضيرات لاي جماهير، الحضور الجماهيري؟ والله الجماهير المنامه بيكونون ورا الفريق ودائما هم معانا، وما حد كان متوقع شنو بيسوي جمهور المنامه في النهايه، وانا اتوقع المفاجاه بكره في الملعب. اكيد. ممكن تطلعنا عن اخر استعدادات الفريق خاصه ان غدا راح تكون المباراه؟ استعداداتنا عاديه، احنا وصلنا للنهايه، هاي المحفل بروحه كفايه لنا ان نوصل، يعني نفس تقول وصول نهايه كاس جلاله الملك هاي كفايه لنا، هو بس
بالتكاتف والشباب الموجودين ان شاء الله بنحقق البطوله. ان شاء الله يعطيك العافيه. مريم، انا ان شاء الله بعد لحظات راح يكون معي الكابتن خالد تاج. طبعا عن قميص نادي المنامه، اصرت اداره نادي المنامه اني ما اطلع الا بالقميص والشرط الخاص في نادي المنامه. احنا اليوم نتكلم عن فريق بدا يحلم، واعتقد انه يقترب جدا من تحقيق الحلم. طبعا بعد قليل راح يكون معي المدرب خالد تاج. شكرا جزيلا لك عمر عبد السميع، كنت معنا من فندق كي حيث المعسكر التدريبي لنادي المنامه. ولا تقعد تلف وتدور، انت تشجع نادي المنامه، يعني ما حد غصبك تلبس منامه. عيايرة، واحد يشجع محرق واحد يشجع المنامة، مسوي روحهم منه مغصوبين. واضح 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 اللعبة. لا لازم هلو شوي يعني. طيب كابتن نادر، هل المحرق كان مقنع خلال مشواره في هذه البطولة؟ في هذه البطولة أعتقد كان أكثر إقناع في دور الأربعة. ممكن لما قابل قريم التغليدي الرفاع ظهر بصورة طيبة، خاصة أنه كان يمر بمرحلة سيئة جداً من حيث النتائج، خسر مبارتين في الدوري العام، لكن قدر يرجع أمام الرفاع، وهذه كان جداً مهم خاصة لجمهور المحرك قبل المباراة النهائية. يعني طمن جمهوره بأن المحرك جاهز، وأيضاً في المباراة الأخيرة في الدوري العام أمام المنافس الحالي المنامة في المباراة النهائية قدم مباراة أيضاً طيبة، طمأنت جماهيره ومحبيه على الأقل بأنه راح يطلع بصورة طيبة في المباراة النهائية. نعم، لو نتكلم عن مدرب نادي المحرك جاسبرت، يعني بعد التغيير اللي صار، هل تعتقد أن تغيير المدرب بالنسبة لنادي المحرك أثر في طريقهم ومشوارهم في الكاس؟ هو في الكاس إيجابي، بس بشكل عام التغيير يعني وجهة نظري الفنية كان مو في وقته، لأن كانت عندهم مباراة حاسمة مع المالكية في الدوري، صحيح، وكان عندهم مباراة حاسمة في الكاس مع الرفاع. يعني هم خسروا في الدوري وتوفقوا في الكاس، فازوا وبعدها يعني ما فازوا ذي، بس كانت مجازفة من محرق. وأعتقد يعني بعد فترة فريق محرق بيكون فريق جيد، لأن المدرب من أفضل المدربين، عنده استراتيجية، بس يحتاج إلى 6-7 مباريات ليوصل للتشكيل الأقوى. إحنا لو نلاحظ كاسبر للحين ما ثبت على التشكيل، يعني ابتدس ما يلعب لطيف على دكة الاحتياط، هشام منصور على دكة الاحتياط، وليد الحيام ظهير يسار، الحين إحنا نشوف وليد رجع في الغال، اسماعيل عبد اللطيف رجع في التشكيله، هشام منصور دخل في التشكيله. فالمدرب يحتاج وقت، لكن بعد يعني مدرب كبير قدر يفوز على الرفاع، مع ان في مباراته مع الرفاع كانت الترشيحات الفنيه تصب في صالح الرفاع، لكن محرق دائما ما يعكس التوقعات. محرق فريق يلعب باسمه، بتاريخه، بجمهوره، كل العوامل كلها تدخل. يمكن احنا عندنا فريق محرق الفريق الواثق، انا اقدر اسميه. نعم. في لو تسال طفل يمشي في شارع محرق يقول له من يفوز؟ يقول لك محرق. محرق. بدون لا يعرفوا يامن. احنا كانت عندنا رابطه محرق. يعني محرق بفوز. اي كان عندك ثقافه كرويه، ما عندك ثقافه كرويه محرق تفوز. نعم. فهذه وايد تساعدهم الامور دي. نعم، احنا راح نواصل حديثنا، ولكن الان ننتقل الى المنامه شوي، اللي صعد لنهائي اغلى الكؤوس بعد ان تجاوز في مشواره البحرين والحد وفريق الشباب. خلونا نتابع تفاصيل في تقرير زميل عمر عبد السميع، وكله مبنى حتى التقرير. المنامة، من الجميل أن تبدأ باسم يعتبر هذا الموسم ذو هيبة غير عادية تحت قيادة ليست غريبة عن الخصم. أن تصل إلى هنا إلى نهائي كأس جلالة الملك لم يكن من باب الحظ أو الصدفة، بل عمل واجتهاد. البداية كانت أمام نادي البحرين الذي كان خصما ليس بالسهل أبداً، كيف لا والغزال يعتبر من أفضل الفرق تكتيكيا، حتى أن الفوز للتاج المنامي لم يكن إلا في الرمق الأخير من المباراة برأسية علي حرم. أن تواجه نادي الحد فأنت بالتأكيد عليك أن تكون حذرا جدا، لأنه ليس بالمنافس العادي، لكن المنامة جعل الأمور غير عادية البتة. 5 أهداف كانت كفيلة
بإرسال رسالة واضحة المعالم إلى نادي الشباب الذي لم يكن هو الآخر قادراً على إيقاف الطائر عن التحليق. عندما يعطيك القدر فرصة الانتقام عليك أن تستغلها، لكن ما رأيك لو منحك فوق ذلك الجائزة الكبرى لأول مرة في تاريخك أيضا؟ أعتقد أنها الفرصة التي لن يكررها التاريخ على الأقل في الوقت الراهن. المحرق أخرج المنام العام الماضي بسداسية، فهل يكون الخميس موعداً لكتابة تاريخ بحبر لونه أزرق؟ سؤال لن تطول إجابته. طبعاً كان هذا تقرير لمشوار المنامة في بطولة أغلى الكؤوس. شفنا المنامة يعاني من الفرق المتحفظة اللي تلعب طريقة تكتيكية مثل ما صار في مباراة البحرين والشباب. تتفق معنا كابتن؟ مباراة الكؤوس يلعبها كابتن خالد تاج صح، هذه مباراة كؤوس. نبتعد عن الأمور الفنية ونطمح للفوز. تارجت نادي المنامة السنة الوصول إلى إنجاز. نعم. فكابتن خالد تاج تحفظ في مباراة البحرين وفي مباراة منامة. هذه ما في تعويض، المباريات ما في تعويض، فالكابتن صحيح. خالد لعب مثل ما نقول اللي تكسبه لعبه. صحيح. فأما الدفاع هو واثق بعيسى موسى وإيفرتون يحسمون أي مباراة. فأنا أعتقد الكابتن خالد تاج كان شاطر في حسم المباريات، هذه المباريات الكاس ما فيها مجازفة. فابتعد عن الامور المتعه واتجه حق الهدف، اعتقد نجح في هدفه ووصل للنهائي. بالضبط مثل ما تكلم عن الكابتن خالد تاج، هو موجود الان معنا من فندق كي مع زميل عمر عبد السميع. تفضل عمر. يا هلا فيك مريم، طبعا معاي الكابتن القدير خالد تاج، بس انا احب اقول لك رساله صراحه واضحه ان الكابتن خالد تاج من اكثر من يومين يوم رحنا لهم الاستعدادات طلبت ان يكون معنا في الفندق على اساس ان كنت اتمنى انه يطلع، بس سبحان الله انه فعلا وافق انه يطلع معنا ورحب بالفكره انه يطلع معانا على الوقت المتاخر والمباراه بكره، لكن مع ذلك كابتن خالد تاج ما قصر وللحين هو يتواجد معانا. طبعا كابتن خالد تاج نرحب فيك في الملعب. كابتن خالد تاج، الموسم الماضي 6-2 كنت تحت قياده نادي المحرق، اليوم نهائي كاس الملك تحت قياده نادي المنامه. خالد تاج شنو شعورك اليوم؟ الأول شيء يعطيك العافية، ويعطيك العافية طبعاً طاقم البرنامج الملعب على التغطية المميزة حق نهائي كأس جلالة الملك. طبعاً على فكرة يمكن في مباراة 6-2 العام أنا كنت طبعاً على رأس الإدارة الفنية حق نادي المحرق، تفوقت على نادي المنامة، لكن في الموسم الفايت أيضاً هناك مباراة حاسمة كانت بين المنامة والمحرق، كنا في مرحلة أساس أن نحافظ على مكانة نادي المنامة الكبيرة في الدوري الممتاز، تغلبت أيضاً 2-0 بهدفين عن نادي المحرق. فالاجواء كلش يعني عاديه، واعتقد مره انا اكون هني ومره هني، لكن انا ما يهمني في الجانب هذه المباراه النهائيه. طبعا احنا عندنا مباراه نهائيه كبيره على كاس سيدي جلاله الملك، واحنا مثل ما قلت لك نعيش فتره اجواء مثاليه جدا، تحضيرات مثاليه يمكن بدايه الموسم، تحضيرات فنيه يعني على مستوى عالي حق المباراه النهائيه. ندرك حجم هذه المباراه، طموحنا كبير وجامح، طموحنا كبير وجامح في تحقيق لقب هالبطوله ان شاء الله. كابتن خالد تاج، تكلمنا عن جاهزيه اللاعبين، هل التشكيله كامله؟ هل سيدخل خالد تاج بالتشكيلة الأساسية التي بدأ فيها في الدوري؟ مثل ما تعرف الأوراق مكشوفة سواء احنا ونادي المحرق، احنا يمكن كانت بيننا مباراة قبل 5 أيام، مباراة في الدوري لها حسابات ثانية كلية هناك، طبعا يمكن المحرق تفوق في هالمباراة، لكن الجانب الفني ما يعني نتائج هذه المباراة بنينها عليها أمور كثيرة حق مباراة النهائية. ندرك احنا كل مباراة لها أجواءها، فما بالك إذا كانت المباراة النهائية على كأس جلالة الملك، فالامور كلش مكشوفه للجميع، لكن هناك اشياء خفيه وبين الاسطور. اعتقد انا اقول حق الكل ترقبوها ان شاء الله في المباراه النهائيه، والمنامه فيها تم الاستعداد وعندنا ذخيره من اللاعبين، اي لاعب بامكانه انه ممكن يجي ويقدم كل مستوياته على اساس ان خطه اللعب تكون موازيه حق الخصم اللي راح نقابله المحرق. وهدفنا مثل ما قلت لك طبعا راح ندش بافضل ذخيره من اللاعبين على اساس نحقق الهدف الغالي. كابتن خالد تاج، تقريبا 80% من لاعبين نادي المنامه لم يعيشوا الاجواء اللي يعيشونها اليوم، لم يخوضوا نهائيات، شنو دور خالد تاج بالتحديد؟
الدور طبعا مش دوري انا لوحدي، يمكن اداره نادي المنام على راسه طبعا الاستاذ الفاضل طبعا زير كازروني ومجلس الاداره هناك والجهاز الاداري والفني الصراحه خليت نحل الصراحه. بعض يمكن نشوفهم يقضون يمكن اكثر من 12 ساعه في اجواء النادي على اساس يوفرون ويجهزون كامل استعدادات الفريق، الفريق في كامل جاهزيته واحنا ندرك هذه الاهميه. يمكن هناك ناس كثير يقولون يمكن المنام اجواء جديده اول مره على المباراه النهائيه، الأجواء جديدة فعلا، لكن اللاعبين الخبرات المتراكمة اللي عندهم، الأمور اللي احنا سخرناها كجهاز فني وإداري أعتقد قادرين نتغلب على هالجانب. لو تشوف حتى هني احنا دائما أنا أدش دائما أقول حق اللاعبين هم أدواتي هم جنودي، البسمة الابتسامة هي سر نجاحنا، فالابتسامة موجودة في معسكر نادي المنامة وبكرة إن شاء الله راح نتوجها وهالابتسامة بتكون عريضة إن شاء الله بعد نهاية المباراة. كابتن خالد تاج ما نبي نأخرك عن النوم، أكيد باكر وراك يوم حافل، كان عندك سؤال حق مريم؟ بالعكس مريم انا اعرفها يعني يمكن زميله سابقه، يمكن انا من كنت فيها معها اكثر من برنامج، بس انا اتوقع ميولها مناميه ترى، اتوقع ميولها مناميه، وانت الكلمه لك انت. طبعا الميول مناميه مثل ما يقولون، مريم انا ما ادري عنك صراحه. طبعا اللي اتكلم عنه نادي المنام الان سيذهب ليخلد الى النوم باللغه العربيه الفصحى، بيروحون يرقدون باكر عندهم مباراه، طبعا ما قصروا معانا استقبلونا واحسن استقبال من اول يوم قررنا نزور التدريبات الى حد هاي اللحظه. نادي المنامه ما قصر معانا في اي شيء، شهاده نعتز فيها، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طبعا هاي اخر رساله نوجهها ومشكوره من فندق ذكي، وموافقين ان شاء الله. شكرا لك عمر عبد السميع، وتحية للكابتن خالد تاج. بالفعل يعني أيام كثيرة جمعتنا مع الكابتن أيام النشرة الرياضية سابقا، كان دائما منورنا في النشرة الرياضية، وما دام كابتن خالد تاج هو يدرب نادي المنامة أكيد ميولي راح تكون منامية. شكرا جزيلا لكم بالتوفيق. طبعا لو نتكلم عن القوة الهجومية لنادي المنامة شفناها ظهرت في مباراة الحد لما تغلب عليه بخمسة أهداف، هل هذا السبب راجع بأن المنامة طلع التكتيك مالهم وطلع القوة اللي عندهم، أم نادي الحد كان سيء ذاك اليوم؟ أعتقد الأسباب اللي ذكرتيها هي عامل كان مهم في المباراة، بأن يظهر المنامة في هذه المباراة بالتحديد بذات المستوى، يعني خمسة أهداف ضد الحد أعتقد أكثر المتشائمين من جمهور الحد ما كان يتوقعها، وكانت لو نرجع للمباراة ما قبل المباراة كانت المعطيات تشير أن 50% 50% للفريقين، ممكن أي فريق يفوز بهدف أو هدفين، لكن خمسة أهداف أعتقد أن الحد انكشف في المباراة واستفاد تماماً كابتن خالد تاج من هذا الانكشاف في المباراة، وبالتالي زادت القلة إلى خمسة أهداف. يمكن بعد وصول النتيجة إلى هدفين مقابل لا شيء في المباراة ابتدى الحد خلاص يتراخى، ابتدى الحد يستسلم احنا نقول في المباراة، وابتدى المنامة يسيطر على أجواء المباراة إلى الدقيقة الأخيرة اللي أحرز فيها الهدف الخامس. نعم كابتن صديق، هل تعتقد بأن تألق المنامة في مشواره في الدوري هو اللي خلاه يتألق أيضا في كاس الملك، أو هل هذه كانت خطة مدروسة من قبل الإدارة من بداية الموسم؟ المنامة طبعا تألق في الدوري أكيد له نسبة كبيرة في وصوله في الكاس، دائما احنا نلاحظ في كل الدوريات الاستمرارية في الفوز وفي النتائج تعطيك ثقة زيادة للعمل للنتائج الأعلى. يعني أعتقد المنام استغل السنة تألق الفريق وانسجامه والجدول، يعني خلينا نقول كان مفتوح قدام المنام. المنام الجدول كان يواجه البحرين الفائز من المالكية والحالة، الفائز من الشباب والمالكية. نعم. فكان هو تفوق على البحرين، كانت العقبة الوحيدة الحد، تعاملوا وياها بشكل جيد وقدر تخلص من الحد بسهولة. المالكية فاجأ الجميع وخسر من الشباب. فالطريق يعني المنامة شجعه، طبعا احنا ما ننكر عملهم الفني واستراتيجياتهم، بس ساعات البطل يحتاج حظ، فخروج المالكية ونزول مستوى الحد خدم المنامة في الوصول، لكن المنام استقل هذه استقلال جيد. نعم. قدر تخلص بسهولة من الحد، قدر تعامل مع مباراة الشباب بشكل جيد وما نهضم حق الشباب، الشباب قدموا مباراة ممتازة. مساء أخت مريم سمعتش يوم تقول حق الكابتن نادر أن محرق واجه الاتحاد. أنا أقول لك في الكاس الاتحاد والشباب أفضل من فرق درجة أولى.
صحيح. فنيا كانوا الاتحاد الشباب ادائهم افضل من فرق في درجه اولى بمراحل. يعني انا متوقع كنت الاتحاد لو ما واجه محرق ممكن يوصل فيه. كان وايد اداء قوي وكان قادر انه يخرج محرق. والشباب يعني لولا الحظ اخرج المناوي. نعم يعني الحظ وقف مع المناوي في ذي المباراه. فاعتقد المنام استقل النشوة. الكابتن خالد تاج مو بس مدرب، خبير نفساني. يعني طبعا انا اشيد في المدرب الوطني اللي ليله مباراه يضحك مبتسم ويجلس يشجع فريقه. يعني هذه شيء فخر لنا احنا كمدربين ان عندنا مدرب قابل نهائي واجه اقوى فريق في البحرين ومبتسم ومتفائل. هذه بروحها دور كبير. صحيح. يهيئ اللاعبين بدون ضغوطات. وانا اتفق ويا كابتن خالد بخصوص ان لاعبينها عنده خبره. يعني محمود رينجو على اشرف وحيد، على علي نيروز لاعب خبره لاعب منتخب، على ايفرتون مهاجم خطير، تياغو مهاجم خطير، عيسى غالب لاعب صاحب انجازات، فاعتقد علي حرام. فكل اللاعبين اللي موجودين هم صح نادي المنام ما لعب نهائي، بس اللاعبين ذولين كلهم لعبوا مع منتخبات، لعبوا نهائيات، لاعبين سوبر. فاعتقد اللاعبين بالمدرب خالد تاج اللي وصل للملحق مع ماتشالا كلهم ما اعتقد عندهم رهبه نهائي. بالضبط. احنا اكيد راح نتكلم عن النهائي بصوره اكبر، وهل الخساره اللي تلقاها نادي المنامه من كم يوم من نادي المحرق راح تاثر في مباراه الغد. ولكن ابي انتقل حق جمهور نادي المنامه. طبعا بالامس كان معنا جمهور نادي المحرق نورونا وشرفونا، واليوم جمهور نادي المنامه يا هلا ومرحبا فيكم في الملعب. اهلا وسهلا فيكم. ابدا بك عمار. طبعا في البدايه حابين نعرف شعوركم لاول مره يوصل المنامه الى النهائي، نهائي كاس جلاله الملك، شنو هو شعوركم كمشجعين نادي المنامه؟ اولا حبيت امسي عليكم بالخير كلكم، مريم والشباب والبنات اللي ورا الكواليس، جنود المجهولين، الكابتن المدرب القدير صديق زويد وكابتن نادر والشباب، بعد امسي عليهم حق سادس مره يمكن اليوم. احنا شعورنا والله احنا متفائلين. نعم. انك هاي كاول نهائي نوصله وبيكون انجاز تاريخي لنا. طبعا فريقنا القدم هاي بيكون له يعني مثلا هاي شيء تاريخي لهم. احنا فريق السله كجمهور متعودين يعني مثلا كبطولات ونهائيات، بس هاي بيكون شيء جديد على القدم. واحنا متفائلين وايد يعني ككل كجمهور كلنا متفائلين. نعم. ونتوقع وانا اتوقع ان شاء الله باكر 2-1 للمنامه. اي شوفي محرك فريق طبعا بطل، فريق كؤوس. احنا نتحكي عن فريق عنده 77 بطوله يمكن اذا مو اكثر بعد. نعم. بس هاي مباراة كاس فاينل 50-50 يعني الاحتمالية واردة. نعم. فاحنا وايد متفائلين عن باكر وثقتنا عودة في الشباب واللاعبين. حلو. تعرفنا على زميلك اللي محمد خليفة. محمد خليفة، محمد رحب فيك في الملعب. طبعا المحرك في المباراة السابقة غلب نادي المنامة، هل المنامة راح يرجع هذه المرة وراح يعني يحقق البطولة واللقب؟ راح يفوز على المحرك؟ اول شيء مسي عليكم يعني وعلى الكباتن على الكلمه. فطبعا الخساره كانت في الدوري ما راح بياثر علينا. هاي فاينل وكان الحلم حق جميع اعضاء النادي والجماهير واللاعبين، والحلم راح ما بتوقف هنا عند النهائي، وان شاء الله الحلم نشيل الكاس. واحنا متفائلين لان من بعد السيمي فاينل قبل النهائي بعد الفوز اجواء احتفاليه من الجماهير كلهم، فافتكر هاي يعني يبعد الضغوط عن نادي المنامه، عن لاعبين نادي المنامه. يعني خاصه اول مره يوصلون فاينل وانا كجمهور ودائما مع الجماهير، فالضغوطات على لاعبين نادي المحرق. نعم. لان مطالبين بالكاس. نعم طبعا. واحنا اول مره نوصل لنا هناك، بس الحلم ما راح يتوقف هناك، ان شاء الله بناخذ الكاس اكيد. بكره بنعرف الجواب. ننتقل الى محمود. مرحبا محمود. يا هلا ومرحبا فيك. شكرا على الاستضافة في البرنامج الطيب الجميل الحلو. اهلا وسهلا فيك. انا كنت ابغى اسالك عن محمود رينجو. طبعا أوكي. محمود في النهائيات دائما ما يسجل، ودائما ما يسجل على الفريق اللي كان يلعب معاه سابقا، وهو كان لاعب في نادي المحرك. هل تتوقع ان باكر محمود له كلمة في المباراة؟ محمود رينجو يعني لاعب خبرة، وعنده خبرة يعني في مو بس في البحرين، في الخليج، لاعب دولي يعني يملك الخبره. ومحمود رينجو سبق له العام يعني سجل بالذات على المحرك، عنده تخصص على المحرك يسجل،
ولاعب محترف في النهاية، لاعب محترف يعني، فأتمنى له التوفيق أو إنه فعلًا على الأقل أسست يعني، هاي تخصصه يعني. وأنا متفائل إنه في النهاية نتمنى التوفيق للفريق ككل. وأنا أبي يعني نذكر أسامي ككل، من الحارس للهجوم للكل، وكل التوفيق. بس في عندي رسالة للجماهير، بكرة لازم تواجدون في الملعب، يعني تعالوا عائليا، تعالوا اعتبروها يعني مهرجان، اعتبروها فككرنفال يعني، تعالوا عائليا، كل واحد يبغى عائلته ويجي الملعب، وفي جوائز وفي اهتمام، دخول مجاني، والدخول بالمجان كثيرة. فعلا فعلا. فأتمنى الحضور يكون قوي، والجمهور المنامي جمهور معروف ومخلص، وإن شاء الله باكر راح تشوفون الملعب أزرق إن شاء الله. طب ننتقل إلى علي البستقي. علي البستقي، أهلا ومرحبا فيك في الملعب. مرحب في الكباتن وطاقم العمل جميعا. أهلا وسهلا فيك. إحنا اللي نعرفه أن جمهور المنامي جمهور كبير جدا، وجمهور عريق، وجمهور لما يشجع يشجع صح. لكن في كرة السلة، هل في كرة القدم راح نشوف جمهور المنامة بنفس الطريقة؟ اي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء هذه لكن اللي وقفتي عندها، ايوه، لان انا خايفه اي في لها رد بكره، فنبيش تكونين متابعه يعني. انا موجوده باكر. لا ان شاء الله اكتساح باكر ان شاء الله. يعني باكر يوعدون جمهور المنامة انه راح يكونون متواجدين هناك وعلى الوعد، وفي يعني في اشياء الجمهور نفسه شغال عليها يعني. طبعا بدعم من الاداره، وان شاء الله راح تشوفون شيء مختلف هالمره بالنسبه حق فريق القلم يعني. ان شاء الله ننتقل الى وبالتوفيق لنا ان شاء الله، وفايزين 4-0 ان شاء الله. 4-0 ان شاء الله، ما شاء الله 4-0. يعني باكر مطر بيطق علينا، مطر ازرق قالوا الارصاد مطر. طيب شلون كان تحفيزكم للجماهير المنامية؟ شلون دعيتوهم؟ شلون قلتوا لهم إن باكر عندنا المباراة؟ باكر الوعد، نبيكم كلكم موجودين. أنا مسي عليكم جميعاً. أهلاً. أصلاً ما يحتاج إحنا يعني نحفز الجماهير، أوريدي جمهور المنامة يعني عندنا في المملكة 3 أندية عندها قاعدة جماهيرية عريضة جداً، منامة، محرق، والأهلي. فما يحتاج توصية وما يحتاج أي شيء، إحنا واصلين نهائي، جايين نأخذ الكاس ونمشي إن شاء الله. طبعا في نقطة بس بتذكرها أخت مريم، سنة 94 طبعا في فئات السنية فريق المنامة وصل الفاينل كاس، الصدفة كانت إنه كان ضد محرق. أوكي، ففي ذاك الوقت كان جيل سالمين وجيل هذه، و الكل كان متوقع ان محرق فريق قوي وفريق هاي بياخذ البطوله. نادي المنام في هذه المباراه بالذات، واول مباراه فاينل يوصل فريق اشبال، خذينا البطوله من محرق. انا كنت ويا الفريق وانت كنت وياها. اي نعم. ف الاجواء قاعده يعني قاعده استرجع الاجواء الحين، أشوف المباراة نفسها بالضبط يعني، التاريخ يعيد نفسه بس الحين كبار يعني شوي. تتمنى وإن شاء الله. نعم. أنا أتفق مع أخوي علي، 4-0 مفاجأة، 4-0 مفاجأة جميل. قوية حق بحرة يعني. 4-0 بعد؟ ها كم؟ كم؟ يمكن 3-0 3-0 يعني ما بتعت يعني. لا إن شاء الله بنفوز بنتيجة كبيرة. زين، احنا امس كان جمهور المحرق عندنا هني وقالوا شنو هي استعداداتهم، عندهم يعني تيفو راح ينفذونه، ايضا شيلات جديده من نادي المنامه، شنو مجهزين؟ صح ان جمهور المحرق هو كشف اوراقه كتيفو كشيلات جديده، لكن نوعدهم باكر ان بتشوفون جمهور منامي ثاني في المدرج، وفي مفاجات بنراويهم باكر ان شاء الله. يعني ما بتقولون شنو؟ لا ما يصير نقول كل شيء. إذا ترى ما يمديهم يسوون نفسكم يعني. لا لا، بس في أشياء ما تنقال. إن شاء الله باكر بيشوفون الجمهور المنامي. الجمهور راح يفاجئ جمهور المحرق باكر. جمهور المحرق. حضور المنامي. يفاجئ الجميع. ما نسمع صوتك على فكرة. كل الكلام اللي قلته راح. لكن انت تسالين اخوي حسين عن التحضيرات للجمهور المنامه. اخوي حسين ذكر ان جمهور المنامه بيكون عامل مفاجات للجميع ان شاء الله.
وراح تشاهدون هالمفاجآت. قصدي حضور المنامة في النهائي هاي مفاجأة. والكابتن صديق ورا الكواليس كان يقول لنا إن شاء الله نشوف الجماهير السالة في المدرج. بالضبط. بغيت أقول حق الكابتن صديق أن جماهير السالة وجماهير كرة القدم راح يتواجدون في المدرج بكرة. وإن شاء الله راح تشوفون مفاجأة جميلة إن شاء الله. وأنا أشوف حضور المنامة في النهائي هي مكسب للاتحاد البحريني. حضور المنامة لأنه هم فاكهة السلة وراح يكونوا فاكهة النهائي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق إن شاء الله بكرة. مشاهدينا، المحرك بطل النسخة الماضية من مسابقة أغلى الكؤوس يستعد للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي لما يلتقي بنفسه المنامة. الزميل عيسى شريدة تواجد في تدريبات الفريق وأعد لنا التقرير التالي، خلونا نشوفه مع بعض. ذئاب المحرق خرجت من وكرها بعراد واتجهت قرب مسرح المباراة، حيث أجرى الفريق تدريبه الرئيسي على الملاعب الخارجية التابعة لاتحاد الكرة. فوسط عدد من الغيابات لظروف مختلفة منها الإصابات والإيقاف، تستعد الكتيبة الحمراء للمواجهة المرتقبة لأغلى البطولات، وهي بطولة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم. مواجهة الغد لا تقبل القسمة على اثنين، فلا بد من وجود فائز في نهاية المطاف يحمل الكأس الغالية في مباراة يصعب التوقع لنتيجتها. وأكيد يعني إن في الفترة في الموسم هذا بالذات إنه كان منافس، وكم سنة كان منافس أيضا، وبالنسبة لأول مرة يتأهل نهائي كأس الملك راح يبذل أكيد جهد مضاعف، راح يبذل كل ما عنده، راح يلعب برغبة على أساس أنه يحاول أن يحقق الفوز في هذه المباراة، ولكن ظل ظروف مباراة ما تقدر تتوقعها يعني. بالخبرة والتاريخ يتسلح المحرق لمواجهة المنامة، وذلك بعد أن تمكن من كسب الجولة الأولى بتحقيقه الفوز مؤخرا على الطيور المنامية في مسابقة الدوري. تطمح الذئاب لتكرار الانتصار وهذه المرة في أغلى الكؤوس. طبعا تعرف احنا مو جديد على ان احنا نلعب نهائي، الحمد لله نمتلك هذه الخبره، ولكن يبقى ان احنا محترمين فريق المنامه. المباراه نص بنص 50-50 مثل ما يقولون، فريق المنامه فريق يحترم، عنده عناصر جيده، لاعبين خبره ايضا، محترفين جيدين، فاعتقد ان يعني المباراه متساويه بيننا وبين المنامه، فالتحضير يعني مثل تحضير كل نهائي احنا نحضره كل سنه. الحذر هي السمه الطاغيه على استعدادات الفريق المحرقاوي، فالجميع يعلم بأن المنامة أصبح ندا عنيدا ولا يمكن الانتصار عليه بسهولة. غدا موعد الحسم، فمن يرفع الكأس الغالية. طبعا نرجع لمحور حديثنا، نتكلم عن نادي المحرق. الكابتن حسين بابا مصاب، محمد البناي موقوف، هل راح يتاثر دفاع نادي المحرق؟ ما في شك لاعبين كبار بحجم الكابتن حسين بابا ومحمد البناي. حسين بابا غني عن التعريف، خبرته كبيره واكيد كان له دور كبير في دفاع المحرق. ايضا محمد البناي واحد من افضل اللاعبين، ثبات في المستوى خلال الموسم الحالي، بالتالي أكيد المحارق راح يتأثر بغيابهم، لكن وجود البديل في نادي المحارق هو اللي يميزه. وجود وليد الحيام، أيضا رجوع جمال راشد في خط الدفاع، أعتقد صالح عبد الحميد وجوده أيضا من ضمن المدافعين أكيد، وخاصة احنا شفنا المبارتين الأخيرتين حق المحارق ما استقبل أي هدف، بالتالي قادرين أن يغطون النقص اللي موجود حاليا في ظل عدم وجود حسين بابا ومحمد البناي. نعم، طبعا لأول مرة في التاريخ يصل المنامة إلى نهائي كأس جلالة الملك المفدى. كاميرا الملعب زارت مقر تدريبات التاج، والزميل عمر عبد السميع وفانا بهذا التقرير. هي ساعات، هو مشوار طويل، هم رجال ووقت المصاعب تعرف الرجال. المنامة أصبح على موعد لن يتكرر كثيرا،
وفرصة إن لم تستغل ستكون الأحزان عنواناً للأيام القادمة في حياة هؤلاء الشبان. قررنا زيارة مقر التدريبات الخاص بنادي المنامة لرصد آخر الاستعدادات للموقعة المنتظرة. منذ دخولنا إلى هذا المكان استطعنا أن نستنتج أن هذا الفريق على أهبة الاستعداد. لحد الحين لا في غياب ولا في شيء، والخير والبركة موجودين في الشباب. شفنا المباراة اللي طافت ويا المحرق، نشيد باللاعبين اللي دشوا كبدلاء، ما نسميهم بدلاء يعني مثل ما تقول، بس هم دشوا بدال اللاعبين الموقوفين وأدوا مباراة من أحسن ما يكون. وهالسنة بالذات اللي يميز نادي المنامة عندنا 23 لاعب كلهم جاهزين وكلهم في الاستعداد. الخبرة ليست بالكبيرة، و80% من اللاعبين لم يخوضوا مباريات من هذا النوع، فما كان لنا إلا التوجه لأكثر الأشخاص معرفة بالخصم. وأهم شيء في هالمباريات إنه ما نخلي يروح نتحت ضغوطات، خصوصاً نادي المنامة أول مرة يوصل للنهائي، بس بطموح اللاعبين والجهاز الفني والإداري تكاتف الجميع، يعني أجواء طيبة هني. إن شاء الله نحقق اللي جمهور نادي المنامة، العشاق من نادي المنامة اللي يبونه، يبون بطولة حق هاي النادي. نتمنى يعني نطلع بصورة جيدة. تعرف نادي المحرق نادي بطولات، نادي خايض هالمباريات وعارف عنده خبرة، بس نطمح إن شاء الله نطلع بصورة زينة، أكيد فريق وصل نهاية بالبطولة. حراسة المرمى تعتبر ذات شيء خاص، وفي أشهر الأقاويل عن هذا المركز إن كنت تريد فوزا فابحث عن حارس جيد. أشرف وحيد الذي كتب اسمه في المواسم الماضية على أنه من أصعب الأرقام في عالم الكرة البحرينية، كيف ستكون المواجهة أمام من ارتدى قميصهم يوما ما؟ يعني أكيد مباراة الدوري يكون بروفا، ومو محتاجين يعني أكيد الفريقين عارفين بعض، لاعبين الجولة الأولى بينه وبين نادي المحرق، وهاي الجولة الثانية يعني كل من عرف الثاني شو مواقع القوة ومواقع الضعف عند الفريق، فأكيد يعني الفريقين عارفين بعض. والله أتمنى ما زرعتهم نفس المباريات اللي قبل، وإن شاء الله نوعدهم نحن إن شاء الله بنقدم مباراة تليق بهذه المسابقة الغالية علينا. إن شاء الله بإذن الله بنطلع بنتيجة إيجابية يا رب. إذا كنت تبحث عن القوة فالبركة في الشباب. يعتبر نادي المنامة من أكثر الفرق التي تعتمد على شبانها، واليوم أصبح التحدي كبيرا، فهل هم جاهزون؟ الفريق يعني بيّن أن في لاعبين احتياط صف ثاني يقدر يقدم بعد مباراة زينة ضد المحرق، وعلى سالفة الكوس يعني هذه أول مرة في التاريخ صفنا المنامة الحين، بس بعد يعني نبي نكمل إنجاز بإنجاز يعني وناخذ كاس، يعني الكاس هذا بينذكر يمكن 40 سنة قدام بعد يمكن عادي. عندما تتواجد في هذا المكان ستشعر مباشرة بإرادة ليست بالعادية، وستشاهد بعينيك هؤلاء الشبان يحلمون بكتابة تاريخ بحق مشروع. عمر عبد السميع لبرنامج الملعب. سؤال أخير للكابتن صديق، طبعاً المنامة خسر في المباراة السابقة أمام المحرق، أسباب الخسارة وهل يقدر يتجاوز هذه الخسارة نفسياً بكرة؟ أتوقع راح يتجاوزها، لأن الكابتن خالد يعني لأول مرة يلعب في مباراة قوية بمهاجمين. نعم. لعب تياغو إيفرتون، وأنت تلعب ضد فريق قوي صعب تلعب بمهاجمين، خصوصاً خط وسط المحرق وسط جيد، فأتوقع بكرة إذا يبي تجاوزها تياغو يكون على دكة الاحتياط. تياغو خصوصاً أن الجماهير المنامية مو براضين على مستوى تياغو. أنا أتفق وياهم، تياغو لحد الآن ما قدم ما يشفع له أنه يكون أساسي لسببين. السبب الأول إيفرتون ماشي بشكل صح، صعب تشيله لما يلعب معه، أنت تخسر وسط الملعب، خصوصاً المنامة منظومة في القسم الأول كان مميز بخمس لاعبين في النصف، فلما يلعب أربعة خصوصاً ضد فريق مثل محرق راح يأخذ عنك نص الملعب، وهذا اللي صار إنه محرق سيطروا في نص الملعب في ذي المباراة. أعتقد إن كابتن خالد راح يرجع على طريقة السابقة برجوع عيسى غالب وراء المهاجم، وعلي الجناح الأيمن علي حبيب لازم يرجع علشان مفاتيح اللعب ما يفقدهم المنام. نعم.
أنا أشكركم كباتن على تواجدكم في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لكم، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. مشاهدينا، من سيحمل لقب كاس جلالة الملك المفدى لكرة القدم؟ هل هو المحرق أم المنامة؟ خلونا نتابع توقعات الجماهير مع حمد الشملة. نهاية كاس جلالة الملك، أول مرة المنامة موجود يوم الخميس القادم إن شاء الله. شنو توقعاتك؟ المنامة إن شاء الله. عاطفي والله يعني فنيا فريق جيد، فريق زين، كلهم لاعبين زينين. هذا عاد غير، عاد هذا غير. النهاية أول مرة نروح النهاية، فما إن شاء الله المباراة ما بتطلع من إيدنا. الكاس لنا. أتوقع 2-1 أكيد منامة. نبي الكاس إحنا، نبي الكاس إحنا. بس على كل شنو تتوقع؟ قول لي، لا تقول لي انت تبي، اكيد فريقك تبي. اتوقع منامه ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله 1-0 حق منامه. والله مباراه يعني طبعا مو بسهله يعني بين الجميع، وان شاء الله احنا نقدر قدر ودود، شباب ما يقصرون ان شاء الله. كم كم؟ 1-0 لنا ان شاء الله. بلنتيا منامه بعد ما خايف؟ لا مو خايف. من يفوز بلنتيا؟ لا بلنتيا ما تقدر تقول. اي حظ. قلت لك صعبه. صعبة والله صعبة، ما أقدر. طبعا إحنا نفوز. كم كم؟ 2-0. واثق. بذكرك بعد إن شاء الله. أرجع لك يعني عقب النهائي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. 2-0 منام إن شاء الله. الكأس الملك والدوري إن شاء الله. إن شاء الله. أتوقع ركلات ترجيح. بس إن شاء الله نفوز لنا. أتوقع بلنتيات محرك. توصل بلنتيات يعني. إن شاء الله محرك. إحنا ما أتوقع. أقول إحنا من نشوف شيء يلمع أنت دق وش نقول؟ كسبونه ما يأخذونه، هذه كأس الملك موجود، عسى الله يحفظه في محرق في أم المدن، سيبقى هناك. أقول لكم من الحين والله أهم شيء أنا أشد الجمهور يوم صراحة، أهم شيء أنا عندي جمهوري إذا يحضر أستانس، بس هاي سوى الدنيا وما فيها. وإن شاء الله أتمنى الجمهور يحضرون ونشيل الكاس، نقول هذا الكاس يلمع والعيون تدمع. في النهاية الصعب أنت تغلب محرك، فأحن أنت يعني تشوف. أنا يعني أقول لا تعليق، يعني آخرة الزمان، يعني مع احترام للمنامة، فريق المنامة ما أقول لك لا، لكن وين القربي؟ وين الأهلي؟ وين الأفريقية الكبارية؟ وعلى البطولات ما يقدرون إلا المنامة. المنامة بنطيرهم نفس الحمامة. وصلنا معاكم مشاهدينا إلى الختام، نلقاكم يوم السبت إن شاء الله. مع السلامة.